فارتباطك بالفنون جدا لصيق. فحابة أسألك سؤال، إنه هل تفتكر أو كيف ممكن تتخيل حياتنا من دون الفنون؟ بالنسبة طبعا الفن جاء في لها تعريف كثير، لكن تعريف الخاص يعني الفن هو الحياة، الفن حياة، نحن من غير فن لا حياة لنا، ولهذا الفن هو يسبق كل شيء. على سبيل المثال الآن جميع الإنشاءات التي تبدو سواء الإنشاءات المعمارية أو غيرها من الصناعات، بداية الصنع وبداية الإنشاء هو الفن. فالمصمم يصمم الكوبري، يصمم مثلا عمارة المملكة، فثم بعد ذلك يبدأ الإنشائيا. فالشكل هنا جمالي، ابتدأ بالفن. السيارة يبتكر تصميمها الفنان، ثم المهندس فيما بعد يتقيد بهذا الشكل الجمالي. فالفن هو البداية وهو النهاية التي نراها، ونحن نحكم على الآخر من خلال الفن. يعني حتى الآن مثلا المظهر الخارجي لأي فرد منا من خلال جمالياته، سواء الجمال المادي في لبسه أو الجمال المعنوي من ألفاظه، كل هذه جماليات تنم على أن هذا الإنسان جميل. فالجمال طبعا لا غنى عنه، وإن الله وهو جميل المظهر يحب الحقيقي. الجمال. نعم، إن الله جميل ويحب الجمال. طيب أخيرا برضو، يعني نحن بنتكلم عن الفنون، شايفين برضو يعني مؤخرا تزامنا مع رؤية 2030 والاهتمام الجميل جدا والحرص على معاهد الفنون وإقامة دورات وأيضا مسابقات ومهرجانات، كلها لها صلة وطيدة بالفنون بجميع أشكالها. نعم طبعا، حاليا يعني المملكة العربية السعودية تشهد قفزة كبيرة، وربما بالذات في الفنون التشكيلية.